انطري انطري. نعم ام محمود. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديكي وين رايحه؟ مشوار. بدك تطولي؟ لا ليش عم تسالي؟ كنت جاي لعندك. خير في شيء؟ اذا في شيء ضروري برجع. لا ما في شيء ضروري، طالما مطولين مسا بجي لعندك. طيب محمود شغلتي بالي. الله لا يشغلك بال على محب الهي يا حق يا كريم. ام محمود قولي شو بدك. بدي الصحن. انو صحن؟ الصحن اللي جبت لكم فيه كوسه محشي. اي حقك، دقي على جميل بيعطيك اياه. هلا انا لو الصحن الي ما بطالب فيه، وبعرف رح يرجع لي مليان ومنتلي، بس الصحن مو الي لام تحسين، بدي ارجع لها. مثل ما قلت لك بدقي على جميل بيعطيك اياه، في شيء تاني؟ سلام خاطرك. انت وين مشوارك قبل؟ عالسوق. توقعت هالشيء، بدي اطلب منك طلب يعني لو في سآله. تفضلي. ولا اقول لك ما بدي اعذبك، بشتري انا بكره، بكره بنزل على السوق انا واشتري. تعالي ام محمود قولي لي شو طلباتك، انا بجيب لك اياهم معي من السوق. ما بدي اعذبك يا. على كيفك. ولا اقول لك اشتري اياهم بطريقك، بركي انا بكره ما صح لي انزل على السوق. مري جارتنا شو طلباتك؟ يا غاليه انت. انت الغاليه، ما يأمر عليكي ظالم، بدي تشتري لي دراعين ثلاثه مطيط، عندي بردايه المطبخ ترى المطيط جيتها، بتعرفي. برداية بلا مطيط ما بتوقف، ولأنه ما عندي هدول السياخ فست فست يلي دارجين هلا. بس هيك تكرم عينك. ويني قد ما بيطلع حقهم بعطيكي، وما بدي وصيكي وعي حدا يغلبك، سومي هون وسومي هون بعدين اشتري. معلش ام محمود شغلي معنا محرزة، بجيب لك اياهم على حسابي. صحيح اني مو محرزين، بس بدك تاخدي حقهم، اذا ما بدك تاخدي حقهم لا تجيبيهم عيني. خلصنا جارتنا، قلت لك شغله مو محرزه. بدك تسلمي لي يا مزوقه يا كريمه، عم قول يعني طالما الشغله صايره وصايره اعمليهم خمس طدرق يلي بزيد بخبيه للمره الجايه. ليش انت ام محمود كل قديش بتغيري المطيط شيت البردايه تبعي؟ يعني كل اربع خمس سنين. كرمال ظرافتك وقطافتك ونظافتك اعمل لك اياهم بدل الخمسه 10. روحي. الهي وسيدي مولاي يهنيكي يا هناء يا مهنيتيني يا بنت الكرم. انت بخاطرك ام محمود. مع السلامه حبابه الهناء، بحبها كثير انا. بدي اروح اجيب الصحن عشان ما ياكلوا عليه، مو الي لام تحسين، لو الي ما فارقه. ما لحقت ترجع من السوق. وين خبي الدفتر؟ ها ايوه شو بني. الله لا يعطيني عافيه، ليش مضطرب انا؟ لو هنا مع مفتاح كانت فتحت وفاتت. لا مو هنا، شو هنا. ايوه مرحبا قلبي. اهلين. نعم الله ينعم عليك، رد السلام بالاول بعدين اسال شو بدي. شو بدك؟ مصر ما تردوا للسلام. المهم جاي اخذ الصحن يلي حطيت لك فيه كوسه محشي. انا مو هون. طول بالك طول بالك، ليش عم تسكر قوام للباب يا لطيف؟ شو وشك حامل الضيف؟ قلت لك انا مو هون، بعدين انا ما بعرف وين الصحن محطوط، بس تجي هنا تعي خديه. انا بعرف وين بلاقي. لوين فايته؟ لجوا. لجوا؟ لك ايه لجوا، لك هلا برا. رجعي المسا خدي الصحن، خلص رجعي المسا. شو القصه جارنا؟ انا قصه؟ اول شيء طولت لفتحته للباب وهلأ ما بدك يعني يفوت. مين في عنده؟ شو قصدك؟ مفهومة جارنا، الولد الصغير بيفهمها، عيب عليك. لسه مرتك ما لحقت تطلع من البيت، أوام لحقت. انت شو عم تخرفي؟ انا مستحيل ساوي هيك قصة. خليني فوت وشوف بعيني. شرفي. لا جارنا عم بمزح معك شو. إذا رجال البناية كلها والصايح كله عملها أنت ما بتعملها. وشو عرفي؟ هنا حكيت لي عنك كتير. شو بتحبي هلأ؟ تفضلي افتح لك قط النوم، قوضة الأولاد، المطبخ، شرفي دوري. لا ما في داعي ما في داعي، أنا قلت هيك حجة مشان تفوتني أخذ الصحن، بس أنت خزيت العين حولك وحوليك، آدمي كتير وما بينخاف منك، حتى باب الشقة ما سكرته علي وعليك رقابيا مشان الخلوة. شلون بدي شك فيك؟ شلون؟ ها؟ منيح اللي سكرته للباب، احسن ما تفت لها شي قطة وتلحس لها شي شغلة. انا فايتة اخده للصحن.
تفضلي البيت بيتك. لك يسلم البيت واصحابه. شو هالحظ هاد؟ حتى ام محمود ما عم تشك فيي. يا ترى هنا وين بتحطهم للصحون؟ ها ليكو العمى مو موجود. يا حبيبي احنا يكونوا الولاد كاسرينه. نمدج الطعم تاني لام تحسين. ما لقيته انا الصحن. مو على اساس بتعرفي وين تلاقيه؟ ابو طارق ابو طارق الله يرضى عليك انشف لي هذا الصحن. خلاص المسا بتجي هنا وبتعطيك اياه. رجعي المسا. لا ما رح ارجع المسا، بدي ارجع لام تحسين. يلا بدور عليه مره ثانيه. شو بدي اساوي؟ بس طمني قبل، الولاد كسروا شيء صحن اليوم؟ لا طمنتني. الله يطمنك. طارق سليم وين بدها تكون حاططه؟ معقولة يكون بالبراد؟ معقولة كل شيء جايز؟ بجوز مستعملته وحاطه في شيء. هذا هو مو اكلينه. شو صار معي؟ لقيت الصحن؟ عجلي لك شوي قبل ما يجي حدا. لقيته لقيته. شو صارنا؟ ليش ما اكلت الكوسه المحشي؟ بطلت حب الكوسه وخاصه المحشي. لكن رح اخده انا. الله معك. منيح اللي ما اكلوا هون، انا بتعشى هون. ليش لحتى تقل بالعشاء؟ بخليهم غدا لبكره، بعدين ببقى بودي الصحن لام تحسين. وليش لخليه عندي لبكره؟ هلا بفضيهم بصحن من عندي وبغسل له صحنها وبدي له اياه. دكتور ايه وبعدين؟ لك حاجه حرقتوا للجرس، حاجه تدقوا. شو هاد؟ مساء الخير ام محمود. اهلين ام تحسين، شو جايبه معي؟ هدول شويه فاصوليه جايه خرطهم عندك، انت متسلى فيهم. بدي نام تعبانه انا. ايه لسه بكير على النوم. جايبه سكينتك معي؟ ايه جايبتها، بس اعطيني صيني الله يوفقك. كمان انا مو مشان شي، عندي سكينه بس ما بتقطع بالدسن. يبعت لقتلة شو تلمي. ايه ولا يهمك ام محمود، سكينتي مطابخية وحده. ما قلتي لي ام تحسين شلون سيهان عم تستفيد من الدروس اللي عم يعطيها اياهم الاستاذ جميل؟ لسه ما اعطاها غير درس واحد بس، بكره بده يعطيها الدرس الثاني. شو بدي اقول؟ جبتي لي معك اجرة الدرس الاولاني؟ ايه لسه بكير على مهل، بس يصيروا شي اربع خمس دروس بدفع له اياهم دفعة واحدة. لا لا يا ام تحسين انا ما بدين، بقصد هناء ما بدين، بدها اجره كل درس بدرسه وهيك شرطتني من الاول. اي وعلى شو مستعجله؟ بندفع لها اياهم مالنا هربانين. شوفي ام تحسين لا تسوي شيء قدامها، اذا ما عجبك شرطه شوفي لك مدرس يعني معلم تاني يصبر عليكم يدينكم. معلم تاني؟ اي ما نقدر ندفع على الساعه 300 ليره؟ لك انا احمدي ربي وادفعي كل درس بدرسه. خلص بكره بدفع. الي يا ايه خلص الك. ما قلتي لي ابو تحسين لقى شغل ولا لسه؟ لسه عم يدور ما عم يلاقي. الشباب هالايامات ما عم يلاقوا شغل حتى الختاير المتقاعدين يلاقوا. بعين الله ابو تحسين عم يفكر يفتح دكانة سمانه. دكانة
تسماني؟ احسن شيء بتعملوه بهالايام دكان تسماني. ايه بس ما معنا رسمال. انت بتعرفي البير وغطاء يعني؟ دينوا. ديان؟ مين بده يدينا يا ام محمود؟ ام تحسين دبري حالك بتلاقي، الا ما تلاقي حدا يدينك بتلاقي، مطرمخه انت بتلاقي الا ما تلاقي. منين اجوا هدول؟ جليت الجلي قبل ما اطلع. بيصير جميل غالي قهوه. حمرة؟ وهالكاسة كمان؟ وحدة ست؟ غريبة، مو معقول جميل يعملها؟ معقول تكون أمه؟ حماتي ما بتحط حمرة، بجوز أخته؟ أي بجوز. عرفتها، هي أكيد جارتنا أم محمود، هيك بتحب الحمرة الفاقعة، هيك ذوقها، ما في غيرها. هي لما اجت لتاخد صحن المحشي اعتبرت حالها كالعاده من اهل البيت، وغلت القهوه الها ولجميل، او جميل غلى لياها. لا جميل ما بيساويها، على الارجح ام محمود هي اللي غلتها. شفتوا صحن المحشي مو موجود، معناتها ام محمود اجت واخدته، وتحليلي للامور مظبوط. منيح يلي جميل تحمل بين ما غلت له القهوه وشربوها. كم مره قلت له لا تحطوا اغراضكم هون؟ دائما قهوه، انا رح امشي هلا، اوعاكم تتستروا علي ما بدي نبركم. ها حاضر سيدي. أكيد بتكون هلأ اكتشفت حمرة الشفايف على الفنجان والكاسة، وبتكون عم تغلي غلي على ما تعرف مين هي صاحبة الحمرة. أكيد بتكون وقفت لي على البلكون عم تستناني، بس ما كنت قلت العيار عليها شوي، خايف تعمل لي شي خناقة طويلة عريضة وما قدر سيطر عليها. يلا خليها تخانق لتشبع، إذا انزنقت كتير بعيط لأم محمود تفكنا. عليك مسلسلات قال كوميدي على اساس بدال ما يضحكونا ببكونا. قال دكتور قال ايش دخلوا بالتاليف، خليه بسبيرته والقطنه تبعه، لقوا موظف البيت احسن شيء. مالا واقفة على البلكون؟ معقولة تكون تركت البيت ومشيت؟ الله يستر. الحالي ما كان لازم تقل العيار كل الأد، كان لازم أعمل خطة أضعف. هلأ شو الأعمال؟ أحسن شي طالما وصلت للي بدي إياه أني روح لبيت أهلها وإشرح لها كل شي وراضية ورجع على البيت. بس الضو شاعل معناتها بالبيت، وبركي من قهرها طلعت ونسيت تطفي الضو. لازم قبل ما اروح لعند اهلها اطلع البيت وتأكد. اكيد الخطة فشلت. لا ما فشلت، جرب نار الغيرة. معناتها الخطة نجحت، بس أنا ما حبيت تترك البيت مشان ما حدا يعرف. يلا يا معين. مساء الخير.
جميل، كيف كانت سهرتك اليوم؟ حلوة، حلوة كتير. يا الله يحلي أيامك، بس ما طولت حبيبي. جميل، شو صار لك؟ عم بسألك ليش ما طولت؟ ما عجبتك السهرة ما هي؟ ما أجوا رفقاتك؟ شبك جميل؟ شبك حبيبي ليش صفر لونك؟ عود تقبرني تعال، لو فيني بحملك بحملك، عود حبيبي على الكنبة هي لجيب لك مي، عود تقبرني. حبيبي يا جميل، خد حبيبي اشرب يلا. صحتين وهنا، إذا تعبان بطلب لك الدكتور زياد. لا ما بدي الدكتور بطيخ. لكن حبيبي شبك من شو تعبان؟ لك انت مالك مزعوجه من شيء؟ لا ابدا ابدا ابدا. ليش لانزعج؟ الاولاد ناموا بكير وما عذبوني. انا ما عم بحكي عن الاولاد. لكن عن مين عم تحكي؟ هاي الغنيه ليش حطيتيها لكان؟ ما بعرف، شفت الشريط قدامي قمت حطيته، اذا مضايقتك بغيرها. لا بالعكس، انا بحبها كثير هاي الغنيه تبع الغيره، بموت فيها. ايه ما قلت لي جميل، شو قالوا لك رفقاتك لما شافوك بهالشياكه كلها؟ غاروا مني. لسه ما شافوا شي، انا اليوم شفت لك طقم بياخد العقل، الشهر الجاي باخذ لك اياه مشان يغاروا على المزبوط ويطقوا. الفنجانين مجليين، معقولة تكون جنتون وما انتبهت للحمرة؟ مو معقولة. طيب لنفرض انه ما انتبهت للحمرة، بس مجرد وجود فنجانين قهوة لازم خلوها تشك فيه وانه في عندي حدا. عم تحكي معي جميل؟ هنا كان في فنجانين قهوه وكاسه مي على الطاوله بالمطبخ، شفتيه شيء؟ ايه جليتهم. ليه عم تسال عنه؟ لا ما في شيء. وهي الدفتر، الدفتر اللي كان هون شفتيه شيء؟ ايه شفته. قريتيه شيء؟ وليش بدي اقرا دفتر لسليم؟ شو بده يكون فيه اسرار ما حلو لساته صغير. وين حطيتي؟ بشنطايته لسليم. فايت شق على الولاد. أنا شفتك شفتك. تعا سليمو تعا حبيبي. لالك انت هذا الدفتر قريته شي؟ أنا دفتر هاد. إذا أنا دفاتر ما عم بقرا فيهم حتى أقرا دفترك. نام نام نام. خليك طبيعي يا جميل، خليك طبيعي.